تفنن العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في المونديال بتسريحات شعرهم والتي حازت على إعجاب من قبل المشجعين والجماهير. فهناك من تعمد تسريحة شعر خاصة للمونديال، وهناك من اعتادت الجماهير على رؤيته بتسريحته الغريبة. في المونديال نال الكثير من لاعبي المنتخبات والمتابعين الاهتمام من الإعلام والجمهور بسبب تسريحاتهم الغريبة والمميزة. فمنهم من صبغ شعره بلون مميز مثل البرازيلي داني ألفيش ونيمار، وبألوان تلفت الانتباه. Depends on the skin of the player. I don't know. Yeah. I think a black player with blonde hair, it looks weird, but I don't know. Germany, blonde hair. خطوط غريبة في الرأس، أبرزها للاعب خط وسط الفرنسي بول بوغبا الذي اعتمد خطوطا شقراء غريبة، وأخرى تفنن بها مهاجم تشيلي فيدال. أما خطوط رونالدو فجاءت من أجل مساندته للطفل الذي أجرى عملية جراحية لرأسه والتي تبرع بتكاليفها النجم البرتغالي. My country, we can say that some of the players that we can see here have a douchebag haircut. You know what is it? I don't know how to traduce, but it's it's for cool guy, cool people who have money or and want to show it. العديد من التقاليع الغريبة لحلاقة الشعر والطريفة لكثير منهم انعكست على مشجعي المنتخبات المختلفة المشاركة في المونديال، ومنهم لحارس المكسيك حيث حرص بعض المشجعين على تقليدهم، وآخرين حرصوا على تقليعات غريبة للفت الأنظار ليهم مثل ارتداء بعض الملابس الغريبة من وحي وتراث بلادهم، وآخرين من فلكلور، فيما حرص البعض الآخر على صبغ وجوههم بأعلام منتخباتهم وأخرى بأقنعة وملابس تنكرية لا تعرف ملامح وجوههم الحقيقية، وتجد أغلب الجماهير في حرص على التقاط صور تذكارية معهم. I use this because I like the roof. He's very strong. I can't see the game because not picture to people. تسريحة الأفرو تكاد تكون هي الأكثر تواجد في المونديال بين لاعبي المنتخبات، ففي البرازيل أفرد بها كل من مارسيلو ولويس ودانتي، إضافة إلى نجم بلجيكا مروان فيلاني، ولم يختلف حال المشجعين عنهم بتقليد قصاتهم التي تعود إلى أصول أفريقية. I think that people who are doing like this with this hair, it's exposing our culture. So I think that's beautiful. It's stimulating for other people, so I'd be proud of. وأخيرا فإن كأس العالم لم يعد مكانا فقط للتنافس بين اللاعبين على أرضية الملاعب من أجل تحقيق الفوز، بل أصبح أيضا مجالا لتنافس الجماهير فيما بينهم من أجل الفوز بالحصول على اهتمام ومتابعة كاميرات المصورين داخل الملعب وخارجه. عمار سعد، الشرقية، ريو دي جانيرو.